محمد شعلان جرافيك ديزاينر. النهارده ايفنت فيه 6 ساعات. فكره الايفنت ببساطه ان احنا في 6 ساعات هنقدر نعمل 4 ورش: ورشه خط، ورشه لوجو، ورشه ماسيف اونلاين اوبن كورس اللي هي الموج اللي هو التعليم عن بعد، وهنعمل ورشه خط عربي ان شاء الله. الفكره ببساطه ان احنا كان في ناس ما بتقدرش تعمل، بتجيب ماتيريالز تشتغل عليها في الجرافيك ديزاين. احنا وفرنا النهارده الماتيريالز وعملنا فايل شيرنج بين الناس ان هم يقدروا يتبادلوا الماتيريالز بينهم وبين بعض، وكل ده فور فري في الايفنت النهارده. حازم السنديوني، خطاط ومصمم جرافيك. النهارده ان شاء الله انا جاي هنا ادرس فنون الكاليجرافي والتايبوجرافي. ايه هو الخط العربي؟ ايه الفرق بينه وبين كل الفنون التشكيليه الموجوده حاليا؟ تمام؟ واستغلال الخط العربي ده بما يسمى الكاليجرافي في فنون التصميم والطباعه. هنبدا مع بعض من اول نشاه الخط العربي ونبذه عن تاريخه، وايه هو الخط العربي ومن ايه بيتكون، وبعد كده ايه هي الادوات اللي انا بقدر اشتغل بيها في الشغل بتاعي. تالت حاجه في الخالص ان انا ممكن ازاي استغل الخط في اعمال الجرافيك. هاجر، جرافيك ديزاينر. جيت النهارده عشان اخد داتا واجيد ورده عشان خاطر كان في معلومات كده كنت عايزه اعرفها وعرفتها، واللي قال لي على الايفنت هي جت بالصدفه قدامي، وحد برضو من اصدقائي قال لي عليها يعني.